بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. باسم قناة الدعوة في هولندا وباسم الحاضرين من إخواننا الذين قاموا بتنظيم هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ العلامة شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، نرحب بشيخنا في ألمانيا ونغتنم هذه الفرصة العظيمة، وذلك في توجيه بعض الأسئلة لشيخنا الحبيب. ولكم طال الشوق لأن نجالس الشيخ ولأن نسمع هذه التوجيهات والإرشادات التي يترقبها المسلمون الذين يقيمون في هذه الديار وفي غيرها من أرض الله تبارك وتعالى. وقد جاء فضيلة الشيخ حفظه الله من أجل العلاج، ومع ذلك مع هذه المعاناة والمكابدة إلا أنه يواصل مشواره في تبليغ هذه الرسالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتم عليه الشفاء وأن يلبسه لباس العافية، إنه جواد كريم وهو نعم المولى ونعم النصير. شيخنا الحبيب، ونحن في هذه الديار يواجه المسلمون جملة من المعوقات في طريق تمسكهم بدينهم وإعلاء هذه الشعائر، ومن بين هذه الشعائر شعيرة الحجاب، ولا يخفى عليكم ما يقوم به بعض أصحاب القرار في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد الغرب لمحاولة الوقوف أمام تزي المرأة المسلمة بزيها الشرعي. فما هي توجيهاتكم للمرأة المسلمة أولا ولأصحاب القرار في هذا البلد وفي غيرها من البلدان؟ نترك المجال لتوجيهاتكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هناك ما يعرف بسنة الدفع. سنة الدفع جاءت في آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى في سورة البقرة قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والآية الثانية في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. معنى الدفع واضح من الكلام أن فيه تدافع ما بين الحق وما بين الباطل، وهذا التدافع هو سنة كونية لا يستطيع أحد أن يمنعها. الذين يقولون الآن لا نريد الحروب ونريد أن يعم السلام العالم وأن يكون الناس أمة واحدة وأن يكونوا قرية واحدة وأن يكونوا شعبا واحدا، هذا مستحيل لقول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض العلماء: خلقهم ليختلفوا فيميز الخبيث من الطيب. فهذا التدافع موجود، والإسلام من خصائصه أنه دين يظهر ويقوى بالتحدي. يعني أنا أشبه يعني حركة التحدي مع الإسلام بالكرة المطاط. كل المطاط كلما قذفتها في الأرض بعنف كلما علت. الإسلام كذلك، لا يحارب الإسلام، لا يمنع الإسلام إلا ولا بد أن ينتشر. لكنني أريد أن أقول إن ترك ثوابتنا هو أخطر علينا من أعدائنا. المرأة المسلمة فرض الله عز وجل عليها الحجاب، لا تترك حجابها أبدا ولا تنزع حجابها إلا بنزع الروح، وتقاتل دون هذا الحجاب. هنفترض أنها عجزت أن تحافظ على حجابها في هذا، فيجب عليها وجوبا أن تخرج من هذه البلاد
إلى بلاد أخرى لتنفذ شرع الله تبارك وتعالى. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، أي أنك سوف تموت، فمت حيث تكون طاعة الله سبحانه وتعالى. والآية معروف إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فنريد أن نقول إنسان يثبت على الواجبات على الأوامر على النواهي إلا أن يكون مطرودا محاصرا لا يستطيع أن يخرج من هذه البلد إلى هذه البلد إلا ويجد نفس المذهب، يعني لا يستطيع أن يذهب إلى أي مكان إلا ويلاحق بهذا، حينئذ بتدخل مسألة الضرورات وإحدى المحظورات. لكن طالما أن له منفذا يستطيع أن يقيم فيه عبادة الله سبحانه وتعالى فلا يجوز له أبدا أن يظل في المكان الذي لا يستطيع أن ينفذ شعيرة الله سبحانه وتعالى فيه. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. لا يخفى عليكم أيضا الشيخ الحبيب أن هناك من أصحاب القرار لديه شيء من الإنصاف في إطار هذه الحريات التي يزعمها البعض، وفي المقابل يوجد أيضا من أصحاب القرار من يواصل هذا التحدي لدرجة الاستفزازات التي تحصل بكلمات تقال عبر يعني القنوات الفضائية أو من خلال الجرائد أو ما شابه ذلك. فما هي يعني النصيحة التي تتفضلون بتقديمها إلى أصحاب القرار من أجل تحرك المسلمين وضمان تحرك المسلم والمسلمة في هذه الديار في إطار هذه الحريات ليمارس شعائر دينه؟ هو أنا يعني أريد أن أقول أصحاب القرار في بلاد غير إسلامية غير مسلمين، فهو القانون والدستور يحترم ولكنه يحترم عادة ولكنه ينتهك إذا كان الخصم هو مسلم. بكل أسف يعني هذا إحنا ما ليس هناك حرية حقيقية في أي بلد في العالم، هي عبارة عن سجون، سجن ضيق وضيق وسجن أكبر منه فقط. لكن إذا كان المسلم يعيش في هذه الديار وهذه البلاد ويستطيع من خلال قانون حرية التعبير وحرية أن يتكلم، وطالما أنه لا يخل بالأمن العام على حسب الكلام، فينبغي عليه أن لا يقصر في تبليغ الدعوة إلى من يعيشون هنا. لو كان الأمر بأيدينا لقلنا لكم اتركوا هذه البلاد ورجعوا إلى بلادكم، ولكن الواقع خلينا نتكلم فتوى تناسب الواقع ولا تكون فتوى نظرية. أنا لو كان الأمر بيدي لقلت لكم ارجعوا إلى بلادكم، ولكن لن يستمع هذه النصيحة لا سيما الجيل الثاني والثالث والرابع الذي صار من أهل هذه البلاد، بل لسانه ولسان هذه البلاد ولا يعرف شيئا من العربية. فحينئذ لا بد في هذه الحالة من الحيلولة دون يعني ذوبان الهوية كما كنت أتكلم منذ قليل. الحرية الشخصية التي كفلها الدستور هنا من خلال هذه الحرية أستطيع أن أعبر عن رأيي، أن أعبد ربي سبحانه وتعالى، أن أظهر شعائر ديني. أما إذا جاءت المسألة على خلاف ما يشتهي الملاح كما يقال فليس هناك إلا أحد أمرين، إما أن أخرج وإما أن أصبر حتى أحكم الله. حفظك الله وشكر الله لكم شيخنا الحبيب. أخيرا طبعا لدينا حقيقة أسئلة عديدة جدا واستفسارات، ولكن شفقة عليكم ورافة بحالكم بارك الله فيكم، توجيه شيخنا الحبيب بما أن تنامي الجالية المسلمة في هذه الديار يتزايد ولله الحمد والمنة، دائرة الالتزام أيضا تتسع من قبل الرجال والنساء والكل يقبل على هذا المنهج وعلى هذه الدعوة المباركة، ولكن يعتري هذا الإقبال شيء من الغبش وشيء في هذه الصحوة من الغثائية، فنريد من فضيلتكم اغتنام لهذه الفرصة توجيه لطلبة العلم وتوجيه للأئمة ورؤساء المؤسسات وتوجيه للمسلمين الذين ارتضوا لأنفسهم البقاء في هذه الديار. أنا أقول يعني الميزان ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. كلمة اليوم دي هو ده يعني مربط الفرس كما يقال، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. القرون الثلاثة الأول قرون الخيرة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم
ثم الذين يلونه. واللفظ هكذا خير الناسين خير القرون، فهذا اللفظ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرون الثلاثة الأول هي الميزان الذي ينبغي أن يقاس عليه كل قرن يأتي بعد ذلك. فنريد أن نقول للمسلمين سواء في باب العقائد أو في باب السلوك أو في باب الفقه أو في أي باب أبواب الديانة، ارجعوا إلى القرون الثلاثة الأول ولا تتجاوزوها، فإن بعد القرن الثالث الهجري بدأت تظهر البدع بأصولها. هي كانت موجودة برضو في القرن الثالث الهجري وبعضها كان في القرن الثاني الهجري، ولكن ما استفحلت وصارت لها أصول وصار لها أتباع ونضجت إلا من بعد القرن الثالث ما انتهى. فإذا أردنا في أي باب أبواب الديانة، ارجعوا إلى القرون الثلاثة الأول ولا تتجاوزوها، فإن بعد القرن الثالث الهجري بدأت تظهر البدع بأصولها. هي كانت موجودة برضو في القرن الثالث الهجري وبعضها كان في القرن الثاني الهجري، ولكن ما استفحلت وصارت لها أصول وصار لها أتباع ونضجت إلا من بعد القرن الثالث ما انتهى. فإذا أردنا أن احنا نرجع مرة أخرى إلى الإسلام الحقيقي، فأنا أقول أو أمثل أن الإسلام الحقيقي كالهرم كالمثلث. المثلث أنت بتضع نقطة وبعدين بتسحب الضلع الأيمن وبعدين الضلع الأيسر. النقطة اللي هي رأس المثلث هذه لا أبعاد فيها، يعني ما فيش طول وعرض فيها إلا يعني بنسبة ضئيلة جدا. كلما نزلت بعيدا عن النقطة الأولى رأس المثلث تزايدت المسافة بين الضلعين بعدا. فالضلع الأول سنمثله بالنصوص القرآن والسنة، ده الضلع الأول. الضلع الثاني وهم المسلمون. فكلما نزلنا إلى أسفل وبعدنا عن رأس المثلث عن نقطة الضوء كلما زادت المسافة بين الضلعين، زادت المسافة بين المسلمين وبين القرآن والسنة. طيب إذا أردنا أن نضيق المسافة ما بين القرآن والسنة كأصل التشريع وما بين المسلمين، يبقى ينبغي أن نصعد إلى فوق. يعني كلما صعدت إلى فوق كلما ضاقت المسافة بين الضلعين، وكلما نزلت إلى تحت كلما زادت المسافة بين الضلعين. إيه معنى أنك أنت تصعد إلى فوق؟ يعني تصعد إلى القرون الثلاثة الأول. كلما صعدت وأخذت كما قال المتنبي ومن أراد البحر استقل السواقين. فالذي يريد أن يشرب الماء العذب الفراتا عليه بلجة البحر، أما الذي يشرب من السواقي فهذا يشرب كدر البطين. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم رد الجميع. الله عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع علينا الشفاء والعافية. الحقيقة الجالية هنا في ألمانيا وكذلك في هولندا وبلجيكا وفرنسا يعني يتشوقون للمزيد والمزيد من هذه التوجيهات التي نحن في أمس الحاجة إليها، والعالم كله بأسره من المسلمين في أمس الحاجة لمثل هذه التوجيهات. فنتمنى ونرجو في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى في اغتنام لتواجدكم في هذه يعني الضيافة في هذه الفترة أن يكون لقاء هناك أيضا في هولندا ويكون لقاء أيضا في بلجيكا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شكرا لكم. Vous partez depuis un an ou deux. Vous m'avez fait le compte.